لحظة أولى شغلت موسيقى. سوري يا جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخباركم؟ إن شاء الله بخير وعافية. طلع عندي مشكلة في الويب سايت في ريستريم، فبسوي ستريم في مكان واحد. هيستوري ما قدر مضبط الكمبيوتر ومسوي كل شيء. آخر شيء تشيل أخلاق. لا مش هاي، فن بست هاي. سري يلا نبدأ نقول بسم الله. نشوف شو الوضع. اوكي يلا نشوف. شيك في الصوت. الصوت اوكي؟ الصوت اوكي. موسيقى اوكي؟ اوكي. ليش ما اشتغلت موسيقتي انا؟ اوكي اوكي موسيقى اشتغلت. يلا نقول بسم الله. اوه لحظة دوم ننسى نسوي شير. Share to you Twitter. Okay. Share to. Okay. Share to Instagram. جماعة يوتيوب اعذروني، ما تزبطت الحركة اليوم. في شيء الويب سايت ما في إلا أرجع حق ستريمينج لاب. نسوي منك نضبط أمورنا نفس ما يقولون. مش بوست نبغى نسوي ستوري. دقيقة من حياتكم البهية. تويتش عملي حرام، كنت في يوتيوب بعد. يلا نقول بسم الله. يلا اوكي اليوم ان شاء الله بنرسم الأيقونة الصغيرة اللي نشوفها هنا في التويتش، حق التويتش إن شاء الله. ف تكون هي أوريدي يعني شخصيتي إن شاء الله. هذه الباكينج جراوند. أوكي هاي أوكي هنا. كانت عندي هذه اوكي باصور عادية انا بنعور راسنا فيها. Thank you.
الوضعية العادية ما نبعو الراس فيها. طبعا أكيد أسي لبلي مش لبلي آية بتكون ممكن أضيف بعدين أديكارد أو يوري إن شاء الله. نبغى نرسم معك يد لازم تطلع كيوت ده خصلة شعر طويلة شي وفي خصال شي بص صدق على بروكريت قسم بالله ان هالبرنامج بيعودني على اشياء اني اطبيطة في العادة يوم ارسم لازم احبر ولازم ما ادري شو بروكريت لا احسه لا ما يحتاج اسوي كل هذا المنكر كله. تعرفون واحد يكون عايش بجهل هذا وضعي. ابا اعدل الشعر ها ما يكون شو اسمه يعني ارسم فوق السكتش وحبر السكتش من فوق بعدين اسوي لها ميرج خلاص ما اعور راسي لا بعدل ولا عندي خبر ولا انا مشكلتي احب اعدل 20,000 مره يا سعد. كنت انا ايه مش راضيه تطلع كيوت سكتش الحين بتجيني الحين ام جي غلطه تقولي السكتش مشكلة بعد ما بخلص برفع هاللايف ستريم في اليوتيوب إن شاء الله. أشوف هاي العينية حلوة الرمشة مني شوف هو ماكسيمم بيكون إن شاء الله ساعتين أحاول نكون من الساعة لساعتين إن شاء الله تستانسون. شكلي اخر شيء بسوي لكم لايف ستريم نص الاسبوع ولا احد يقول شيء ولا بسوي لي سكجول شي فجاه بوم. انا صدق برات ليش ما قلت لكم يعني اللايف ستريم مالاتي لازم هدوء اريد هدوء ما اريد ازعاج. بعد اختي قالت تبطب علي الله يستر متفتيه سؤال مش هذا تضبط شو السالها ان شاء الله يا رب تيجي بعد ما اخلص الستريم. اوه بعد عندي حقها رسمه بعد ما خلصت لها اياها يا الله مأساة يوم الواحد يكون رسام خواته يستغل لنا. لا بس يعني من طيب خاطر بمكانكم تقولون شي 3 رسمات ابى اطلب عليها كومنشن يعني بس لازم اخلص الكاركتر شيت نفس ما يقولون. لا اخترت لي يعني الوان جديده حق الشخصيه اخر شيء بسوي الشيء اللي في راسي تبى تمكس الوان زبطت لها الفستان عيب هاي بس الشعر بعد يبى نشتغل على الشعر. أريد أشوف صور تشبي كيوت تشبي كيوت عشان تجينا شي فكرة.
هاي احس شيء اوكي. بنترس عندهم يعني في كتاب حق رسم التشيبي وايد كيوت ما يحتاج نشتري. عند تقريبا اغلب الصور مسويت لهم شو يسمونه بالويا سيف وايد حلو يعني الستايل. يعني اذا ابغى اغير ستايل التشيبي مالي ابغى اتعلم هذا الستايل. بس والله ستايل كيوت لازم أعدل الشعر مرة ثانية. أوكي هاي شكله بعكس الإيد الثانية. أشوف عيوني نزله بعد الجيم اللي كنت اترياه والحين برجع العب نور نور اوتوماتا. ابا احصل على كل تروفي خلاص عايبتنا قصة بحصل كل تروفي. وين هالقص؟ اوكي ما غير الايد خلي الوضعية غير نسوي العكس. نسوي الوضعية العادية المأساة الحين ها تكون وضعية الايد عادية. اوكي اوكي داكي ولازم نكتبها صغيرة يمني كبير هالكبر ليش؟ نغير فستان آية بعد نسوي شيء كيوت نعتمد عليه. غلط 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 ما حلوة خلي الإيد وحدة شي وحدة شي. أشوف يبالي أصغر أصغر البادي. أوكي رفع إيد رفع إيد رفع إيد يطلع أوكي شي نفس حركة أسكى شعرها من حد من الوضعيات. شو أسوي؟ بعد الريول الثانية لازم تصغير بعد منزلة الهكرم يعني في الصفحة كبيرة اصبح الحجم كبير. نوال انت لازم ام العيد يس ثانك يو. تعديل كيوت جديد هذا جديد
شوي خصر، شوي نعدل الريول. لازم تكون ريول دول ولها تضعيف. كذي اوكي دوكي، نعدل الريول بعد مرة ثانية. لازم يجي شوي فيها خضر عشان الفستان. اها ميتة ما فيها، نفس ما يقولون ورد كيرفز. كيرفز كيرفز. شوف انا بصرك فكرة فستان توبي عايبني، احد يقول شيء؟ بس طبعا عليا زين، عليا بس طبعا اصرف الحين الصبر. يلا هنا اوكي. بعد لازم نشتغل على ايقوناتي. انا هشوف لحظه، ايوه لحظه خلني ارسم هذا روح. ويا اوكي لكن لحظه ويا اوكي لكن مش 100% تشك. ماي جاد يا فراسي اسمع قوم نوصل منها. ما هي راكا دبيا ريت اسمع. نرسم العين وبعكسها. طبعا آية لا تنسون حبة الخال مالتها إذا حد بيرسمها. Do not forget to draw the mole in her face. Normally most of the people they tend to forget it. Okay, I'm going to reverse it, what they call it, rotate the eyes a little bit and invert. Select. Flip the eye. Okay, أعتقد إنه okay. Another art to do it on. كره السماعة شوي تعورتني أنا ما سألتها.
أشرب قهوة. Oh yeah, she have a nice body بصراحة. يعني unlike me لازم أسوي رياضة. Target goal body. Body oh yeah. نبغى نسوي فان ارت مول. مش كم بتشوفون لو يشترون بعدين. اوكي نعدل الشعر مرة ثانية. انا ارسمها تحت. اوكي اي عندها خصلتين لازم هالحركة جي. كل شخصيات كيوت كلهم حلوين كلهم كيوت ما شاء الله. هل يحب شخصيات يتخمر فيهم ها؟ الشعر يمكن نعكس بعد عشان يطلع نفس الحجم. لحظة شوي اشوف انا لازم اتعلم اني اعكس بدون ما اسوي شي. احس اوكي اوفر اوكي هنا لحظة شوي. بس اوكي الوضعي اوكي شوي فيه غلطة شوف الحين لكن بضبطه الحجم مش صح بس نكون نفس الشكل نفس السايز من الجهتين. كتب لازم تكون صغيرة. اوكي هذا هني اوكي يعني لازم شوي انزل شي. اوكي هذا شي اوكي ان شاء الله هذا اوكي شي. سوري جوتي هلا هني احسن صح. Look at their هذا ما بنحاتي فيه بنفكر فيه من الأول. بعدني بس أكل سوي لايف ستريم من الأيباد.
احس شيء اوكي، شعرها حلو ياي ما شاء الله علي، واه المود حلو، بسم الله لا احسد عمري. اوكي وقت نفكر بفستان حلو. استغفر الله استغفر الله. اوكي لازم نغطيه، اني اريد اطلع الايد، ما اريد اني بس اغطي الايد، لازم اسوي اوتلاين مني، نلعب فيه باللون، اشوف شي من ورا شوي خلافي بعد. شوية شوية حبتين اوكي خش شيء احلى، ممكن اطول الريول، شو كيف طالع الطول ولا شوي 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 طول. سجيو كسا حركات عشان ما انساها، شوتي من براسي مني شوتي عندي بحر فان ارت بشتغل عليهم، ما اقدر اشتكي بالموضوع. مشكلة بالألوان ما أعرف، أنا ما بخلي ببالي ألوان معينة، أبغى أخذ الألوان المفضلة عندي، الأحمر والأسود، بس أريد أسوي ألوان جديدة، بس أخاف إن الكل يعتمد هذا اللون. ما مشكلة نجرب شيء جديد، أمبونا الحياة كلها تجارب، بس نمل الأحمر والأسود صح. شوفوا هذا الثوب، بما ان مغيرين آية اوكي، بس هني قفاز والايد، خلني برسم الايد بعد. هلو حياكم الله،
Oh, Red! Oh my God! Thank you, guys. Hello. Thank you for the Red. Thank you, guys. Thanks, I will. Thank you for passing by. أنا أحب الجوهرة الحمراء، لوني المفضل. أوكي، الحين إذا بسوي أحمر ذهبي، لونها حركة so she need maybe crown I think. I am a person, home in between, not good, neither not bad. لا شكلها كانت احلى قبل صح؟ أحس حركات زيادة إذا بسويها بالذهب يطلع أوكي. شوي أنا ببعدها لأن كل الصوت أوكي شغل هي صوت واضح مش بعيد. أزيد فستان هيبالة زيادة صح؟
اوكي الحين الالوان شو بنسوي في الالوان؟ رحمه انا شفت الوان حلوه بس ما ادري يا باللايت بلو بيطلع. هو شوف لايت بلو انا مره رسمت بعد بالبيبي بلو صار يتغير حلو. ها جربته سوي اسود ولا ابيض؟ هذا اسود خلاص اي شيء تلبسه هذه بيطلع حلو عليها بصراحه. أنفي مسكر. Oh my God. أسوي من ثوم من تحت ولا ما يحتاج؟ أحس إني أبغى أعدل الثوم مش عاجبني. لحظة خلنا أسوي ريفرس. أبغى أعدل شيء يا جماعة الخير. بعدين نعيد تعديل هذا الشيء بس مرة ثانية. أشوف وحدة تكفي بحبرها بشوف تضبط ولا ما بيطلع مضبوط. خلنا نشوف البيبي بلو هذا لازم اغيره. اخاف اسوي لون ثاني ما في الا اشوف الوان ثانيه. سوفت بورد نحن ناخذ شيء دارك رايش لا نحن سنوات برايتون تو ماتش برايت. اوكي ايه تعرفون شيء؟ بلورها وبعدين بسوي لها حركة الهيو عشان نضبطها. غير كذي ما بينفع. لا مكان غلط. لا او ماي جاد ام العيد. اوكي يلا خلنا نشوف خلاص فهمنا. والله انا اسف اني فهمت اني ضربتك بالغلط. خلاص تسمعون اغنية كوفي وانا اغني شي ثاني. اوكي
روتيت، تعالوا انا تعلمت كيف نسوي روتيت يمين ويسار. ايوه هذه، ايوه اوكي. ما فقدت مهاراتي. خلاص انا شكلي بسوي لكم اللي نفس ما قلت لكم عليه، والأوفيشال لايف ستريم يوم الجمعة والسبت، الا اذا انا طلعت مكان بكنسل. زين شو قلنا بعد ما نسوي؟ ان شاء الله ان شاء الله تطلع كيوت. عندي اشياء فري ما طيح اعور راسي بهالاشياء. في افكت كلوز ليش نشتي نخليهم يرسمون على شغل سودانيين؟ لا بالعكس طبعا. هيكم راي ليش اسوي شو اسمه لحظة شغل حرامية صح؟ شاطرة أعلمكم كيف تستغلون الأغراض أبدا لا تكونون شو سمونهم المثابرون. اشتغل أقل عوار راس. خلاص وصلتنا هالمرحلة. ارامكس ياه النايتن يوش متى بيوصل؟ يا هز اوت فور دليفري ياه بي اليوم ابدا مش واضح. نو بروبلم اعتقد بستغل نفس الحركه بعد تحت. اغطي ايدها ولا ما يحتاج؟
تقولي قمت تحركي بلا كسل. هذا أبيض بيكون إن شاء الله. هنا أشوف شو عندي من البروش هنا أقدر أستغلها غير هذا. أوه يطلع حلو إذا سويت هذا نايس. خلني أسوي شوف. لا بالعكس لازم قد ورات شي بيطلع. اوكي بس صغير مش واضح يبان انكبره. ايوه شي اوكي الحجم شي اوكي. لازم يكون واضح. زيد هني شوي بس عشرة عشرة اوكي. مش معايا احس مش هنا مضبوط.
رسمية على الجسم، صغرها يعني صح، امسحها احسن. وين جبت انا هاي الحركة؟ وين يا هذا؟ زين شفتها. باي ذا واي هذا مشي مضبوط، ايوه شي صح. انا مسحي مش صح، نمسح بعد. لا اوكي بس نعدلها. نرسم الايد فوق عشان تطلع مزبوطة. اللون الأخضر مال ميكو أشوفه هني حلو، أكو بالتلوين يستوي شي ثاني. هذا الشيء تسمني جبت أم العيد وأم العاقة هني. أوكي لحظة فستان الروح هذا. أوكي يا شو هاي من بس نزلتها شوي.
تعودت حرك بعد سوي جديدة رسم الكرد بالروحة، ما خلي من ضمن الفستان، أنا ما ينفع أخلي من ضمنه عشان أقدر أتلاعب فيه. ممكن اخوض الجناح بس اللي في الايد هاي بخليها بما اني رسمتها. اسمع أصوات قديمة هنا، تعرف شو أسوي؟ لازم أرفع الإيد وايد نازلة، شوف إن شاء الله ما مكست مع حد ثاني. أوكي نشوف، أعتقد أوكي إن شاء الله. أوكي I hope so. أوكي سكر هالجولد، شغلي بعيد نرسم الجولد مرة ثانية. أعرف في طريقة ثانية أكيد عشان بالوياي ندخل هذا المكان، وايد وايد قوية 8 إلى شيء. أوكي يبالي اضبط المايك انه ما يلقط كل الاصوات. يبالي تضبيطهم في يوم اخر. اوكي بيقول هالثانية Thank you.
سويت حركة هاي لازم هني بس صديق نفس الحركة. ما أحب لحظة ما سويت شيء عشان أعرف برسم الروحة هاي ما يستوي كلها بنفس الشيء. شوف الأخطاء الحين تمسح مني في مثل الدائرة بعد يعني لازم امسح هذا اللي تحت مرة ثانية. حرام اني اشتغلت عليه. شكل القمر مع اني احب النجوم اكثر لكن اعتقد بيطلع حلو. اوكي وهني بعد نجمة. اوكي نمسح شي بعد مني.
شوي مني لاني يوم ابى الون هذا اللون تحسونه اوفر بيجي. ايوه اوفر. اوكي الريول الثانية هاي برسم وياها العين عشان اقدر اخفيها بعدين. اول ايد فوق. اوه ماي جاد الايد هناك عاقة تو شفتها. يبغالي اجيب فكرة حق الايد احسن ولا اسوي مثلا ثوب. انا بسوي اسود عليها اصلا. لا مش حلو. صبروا ابغى اشوف مراجع حب لبس. اللبس يا جماعة الخير. أبا لبس واو خرافي. يا جماعة الخير أفتش أفتش. أوه حلو حلو بس ما ينفع الفكرة اللي أنا أسويها. يعني ليش لازم أطلع الإيد؟ كلكم تطلعون الإيد ما يصير. هذا شيء حركة حلوة. إيه تين في المطاف أطلع الإيد. لأن بكرة ترسم ثانية بعد لأن واحد فستان حلو واحد فستان حلو. هل أني أبغى فستان حلو عشان تجي مو محصلة شيء. تم 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 أشوف مين أنا أشوف فقط. قرادة حظ. وعلى أساس إن هني هذا بغطيه اللي بغطيه. أفكر. Let me think. نوب ينتهي المطاف لازم أضبط الأيد. Thank you.
ما صوت شيء دين. لحظة. اوكي اعتقد صح، احس انه اوكي، احس انه اوكي. شوف شي اوكي حلو، عجبني عجبني عجبني. بس اضبط الاوتلاينين. أبغى شيء أشتغل أعقد بنفسي من small details. هذا بإمكاني أسويه بطريقة ثانية، لكن أحب أعذر نفسي. أنا بس أسوي الأوتلاين لما ينسى أسوي شيء. بس بما أن الفكرة جت في راسي، خليني أسويها. بليز مسح كل شيء، أوكي. نسوي الحركات، أنا ما أمسح. هني الجوهرة، لحظة مبدئي مضبوط، لازم نص دايرة. So we have this good idea, I have it. So let's hope it will turn out good. So far, so good. I like. She looks adorable. I know it. My baby girl, she always adorable. I saw. هاي تحت. نرجع نظبط الجد بيد أشوف. أزيد ما أزيد. اوكي okay. اعتقد I think so. hmm.
أني نفسها حلوة وهناك مش أوكي. ما يحتاج صح؟ خلنا على نفس اللي مسويته لنا أحسن. ما يحتاج ضبطها. أنا خلنا نشوف وزدي. صبر صبر صبر. Delete this one. هو لازم تكون نفس النفسة. ليش أقرب على نفس النفسة عادي؟ ليه؟ والله ما أعرف الحجول أولها. خاصة وشيء الأوتلاين بعدين هذه الكلمة عن التلوين يا كريم ما يقعد كل الأصوات واضحة أنا جيت لأني أنا مخلية الثوب عليها عشان شي مش راضي يضبط الإيد يمكن مشكلة ما بفكر فيها هذه لازم أوكي ضبطت هاي مني أي بعد شي لأن نفس اللون بيكون أصلا ما يمسح اوه حس بالغباء هيهي اوكي هذي اوه شيش ما اشوفه يمسك ما شفت الريول يبغى تطبيق اوكي اعتقد شيء الاوتلاين اوكي اعتقد شيء اوكي تعرفون بخوزها هاي بكسرة ما يحتاج هي لون سوليد سوليد بودي احسن انا نرجع نفس السايز بخوزها بخوزها احسن يضبطي شو السالفة حسن مستوى ويه شرير هالجوتي ويه شرير فيه
احنا نعيد هذا الشيء اللي هنا. هاي بالأوت لاين بيطلع سهل، بيطلع أوكي بدل ما طيح أسوي ديتيلز صغيرة هني. أوكي ألايك. أم العيد، أم العيد. لا هاي لازم تحت، نويتي يا فوق الخلف بعد ما بستحى. اوكي والله نايس، بس اني سويت الاوتلاين almost there. كل ريزولت اوكي. ايوه صح الجفرة فوق لازم ارسمها بعد ما انساها. اوكي هاي لازم تجي. العيون بعدين نرسم نسوي الشعر قبل ما نخلص. اوكي عشان الشعر لازم شوية اكبر يطلع الاوتلاين حلو. قول إذن سوري لحظة. لا كانت اوكي، حسيت اوكي. شوف حق الشعر يمكن كذا مرة بحاول أعدله. أوكي لحظة لحظة لا حول ولا قوة. ولا اشوف مراجع صح. Thank you.
أعرف صار وضع بورين، ما سولف. آه خلصنا السوالف. سويتها بنفس شو يسمونها بتختار. خلص نعيد الشعر ابدا. وصلت الشعر الثاني ضبطها ولي أعيدها. لحظة شوي شوي. بعدني ما خلصت اصلا رسمة لون لتري، بس لان قلنا لازم اليوم نسوي شيء جديد، بشتغل عليها بعدين ان شاء الله. اليوم عندي رسمة بعد ثانية ابغى اخلصها، بس تاخذ وقت، ما اعتقد بتخلص اليوم. بقدر اخلص العيون الشعر ارجع عليها، ابغى اشوف. شو الشعر تشبي بس اوكي عشان ارسم هاي مني، احس الخصة سويتها غلط. صح تكون عندها خصة. يا تشي هني رسمت الأوتلاين حلو، ليش ما تضبطين هني؟
هو الأساس ما هو جزء من نيجي يدخل نشوف لا لحظة قبل لا مكس الشعر آخر شيء يمكن أبعد له كذي ما شيء أوكي ولا ما يحتاج حسه أوفر لا أوكي 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 إذا ما طلع وياها كامل أنا بصر نمسح هاي مرة ثانية هذا كامل نمسحه لا لا لحظة طلع هني لازم أذن صح؟ سنطلعها شوية شوية لحظة شوية بمسح بعد بمسح هذه
اوكي احس اوكي. I think so far so good. بستريم أحس هاي لازم أرفع حيرة قلبية قصدي هالصورة. As a result أنا أخاف أنسى الجوهرة يا جماعة. Okay. أخاف أنسى الجوهرة. هاي وين؟ هاي تحت الجوهرة؟ هاي تحت الجوهرة فوق. Okay. أوه بعد ما سويت الأوتلاين هني. أهم شيء كيوت. So select, select object, الجوهرة اللي فوق بعد لا انساها.
هسه اوكي. نخلي هذي. وايد كبيرة. اوكي احس شي اوكي سوبر سو جود. ان شاء الله بنكملها بعدين، بس بعدني افكر في اللون. اذا جتني فكرة او شي بحاول نعدلها اضبطها. هذا صح، هذا يبالي اضبط هذا بعد. لحظة عندي شي ثاني احسن. شوف ابيض واسود، تعرفون هذا من اللي بينفع. عدل هاي بعد مني، سوي ابيض مش اسود لازم. هاي بمسحها، احس هذا احسن. ياي
يهتمش وقتها هالحركة الغبية. تعال فوق يا حبيبي ما ابدا مش وقت هالخبيصة. يعني ياتشي ياتشي شو انت؟ ليش ليش؟ استغفر الله. لحظة لحظة تمسخر. صح مش وقته. استغفر الله. خلني أبند بس. يا أم العيد على آخر لحظة. أوكي أوكي خلنا نجي. ممكن أعدل الفستان. ممكن أضيف الحركة. المهم so far so good. عايبتني إلا إذا بعدل الشعر ولا بعدل شيء إن شاء الله. شكرا على كل اللي حضروا. شكرا على الريد. شكرا على كل شيء. وإن شاء الله إن شاء الله إذا مدارنا بكرة نرسمها بنسويه إن شاء الله. ونشوفكم في لايف ستريم ثاني إن شاء الله. باي باي. لا كنترول اسكيب.